نفسيا واجتماعيا وتربويا وعمليا في تدريس أبناء الشعب المغربي بشكل دائم عبر قطاع الوظيفة العمومية وليس عبر قانون التعاقد المشحن. سادسا عزف أطر تربوية أساتذة وإداريين على خلق أشياء غالية وطنية غير مسبوقة من أجل إدماجهم في قطاع التعليم العمومي تلبية لحاجيات المدرسة العمومية من خلال تعليمهم في مناطقهم وتحية عالية للجميع ودمتم للإنتظار الأوروبية وكتفكير. لا تنسوا موعدنا غدا على الساعة 10 أمام وزارة التربية الوطنية.